morning, everyone. How are you today? I hope you are well, yes, Alex. Okay, miss. Today we are going to talk about negative form. Negative form. أكيد متذكرين يا مس إنه negative من حرف الN رح نضيف not. Okay, من حرف الN نضيف not للhelping verb الفعل المساعد. Helping verb الفعل المساعد. لأنه مرات بيكون عندنا helping verb فعل مساعد ومين verb فعل رئيسي. أنت رح تضيف النات للهيلبينج فيرب للفعل المساعد، أوكي مس؟ فالنيجاتيف فورم هو النفي من حرف الN يعني نات، أوكي؟ إحنا لساتنا بالسمبل فيوتشر نفس القاعدة، أوكي؟ بس بدنا نحول نفس السنتنس اللي بالسمبل فيوتشر نعملها نيجاتيف منفية. فإحنا يا مس وي آر أون ستودنت بوك بيج 45، أوكي؟ أوكي مس، لوك آت ذا سنتنسز. I am not going to look for insects. Okay. I am. I am. هي abbreviation for I am. Okay. I'm not. مش حكينا يا مس إن هون في عنا verb to be. Am, is, are. Am, is, are. Verb to be. هدول يا مس هم الhelping verb. هدول يا مس helping verb. فعل مساعد. After the helping verb, we add not. After helping verb, we add not. يعني بعد ال helping verb, ال is وال am وال are بدك تضيف not. بس هيك سهل, okay? فبتحكي I'm not going to. نتذكر بعد going to look هو الverb الفعل ورح يضلوا عندك pace. بأكد عليك يا مس إنه الverb بعد going to بيضلوا verb one verb pace, okay? Pace verb. So I am not going to look for insects. Number two, he singular, تأخذ is, he's. وين تضيف النيجاتيف النفي؟ Not, بعد is. We add not after is. So, he's not going to come home. Going to come home. بعد going to عندك المين verb الفعل الرئيسي, verb one base. The last one, we're not going to leave on Tuesday. اوكي في عنا السبجكت الفاعل هون وي بلورال جمع لذلك بده ياخذ الار وهون حطيناها بشكل مختصر وير اوكي بعد الار الهيلبينج فيرب الفعل المساعد اللي هم الفيرب تو بي اجى عنا النات وير نات وير نات جوينج تو المين فيرب ليف فيرب 1 بعد جوينج تو ليف فيرب 1 اون تيوزداي اوكي مس فبدك تركز يا مس انه الفورم للجوينج تو بيجي عندك السبجكت الفاعل اذا كان اي الوحيد اللي بتاخذ ام والسنجولر المفرد از والجمع البلورال ار وهذا الابريفيشنز الاختصار ايم هيز وير هلا النيجاتيف النفي افتر هيلبينج فيرب بعد الفعل المساعد وي اد نوت بنضيف النوت عشان تدلنا على النيجاتيف النفي اوكي بعدين going to اللي بتدل على السمبل فيوتشر البلانز للفيوتشر الخطط للمستقبل وبعد going to ننتبه كثير منيح انه عندنا الفيرب فيرب 1 بيس كما هو يعني ثالث والكومبلمنت التكمله اوكي مس اوكي مس هير وي هاف worksheet اوكي worksheet موجوده في المدرسه وراح ابعتها بي دي اف اوكي بدي احلها معاكم يا ثالث على القاعده سمبل فيوتشر اللي هي going to اوكي عشان بس ننوه هون انه في عندنا بيكون keywords دلائل بتكون موجودة احيانا بالسنتنس الجملة بتدلنا انه احنا بنحكي عن simple future مستقبل بسيط ممكن تكون موجودة وممكن لا اوكي اذا كانت موجودة من ضمنها tomorrow بمعنى غدا next week next month next year بمعنى الاسبوع القادم الشهر القادم السنة القادمة فكلمة next دائما تدل على الفيوتشر المستقبل بمعنى القادم tomorrow غدا ممكن يجيك on Monday يعني الاثنين القادم at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع القادمة بهاي الحالات انت بتعرف انه عم بحكي عن فيوتشر مستقبل okay complete the sentences with is are am يلا يمس مين يحكي لي is are am شو تعتبر yes verb to be excellent يمس verb to be اللي هم الهيلبينج فيرب هون جايين هيلبينج فيرب افعال مساعده لذلك يا مس وي ار جوينج تو بوت ذيم ان ذا سبيسز سالي جوينج تو رايت بوست كاردز تومورو غدا اوكي
So, Sally, singular or plural? Yes, singular مفرد. شو رح تاخذ يا تالت؟ Is or are or am? Is. Excellent. So, write is. Okay? Sally is going to write postcards tomorrow. Number two, I. الاي على طول يا مس. شو بتاخذ الاي؟ Am. I am. ممكن انت تكتبها مختصرة ما في مشكلة. I'm going to rest on Friday. On Friday الجمعة القادمة. فهي كلها بتحكي عن future. Number three. He going to travel by car next week. Next week الأسبوع القادم. كمان keyword بتدلني على future المستقبل. الهي يا مس singular or plural. Singular مفرد. والمفرد بياخد is. فرح تحكي مس هون he is. He is going to travel by car next week. Number four. They going to water the plants at the weekend. At the weekend. Okay? الذي هي اللي بتحدد. بطلع السبجكت في بداية الجملة الفاعل. Plural جمع. والبلورال يا تالت بياخد. Are. Excellent. فرح تحكوا they are. هون ممكن مختصرة ما في مشكلة. They are going to water the plants at the weekend. Number five. We going to look for insects. يلا يا مس الوي بلورال والبلورال رح ياخد are. Excellent. فرح نحكي we are going to look for insects. Okay? Okay, miss. Question 2. Circle the correct answer. Okay? Number 1. Ali and Ahmed are going to stays in a hotel tomorrow. Okay? كيف يا مس أعرف أنا الverb أحط stay or stays؟ رح ننتبه هون عنا بالسنتنس إنه في عنا going to وgoing to بتدل على simple future. فهاي الجرامر القاعدة اللي بتدل على simple future وفيها going to الverb معها بضل كما هو بس. فعطول يا مس رح تحط stay من دون stays s أو زيادات وتغيير. Okay. Number two. I is or am? Yes, I am. الاي قلنا دائما يا مس بتاخد am. I am going to play volleyball next month. Number three, my dad is going or go shopping on Thursday. ننتبه على هاي كمان مرة مس. My dad is going to. شو في عنا going to. لما تشوف ال going to وراها ال verb بس. فرح تحط going ولا go. Yes, go. شفت يا مس الفيو زيادة وتغيير ما بدنا. رح ناخد verb one بس بعد going to. Number four, they're going to feed. Feeds the dog tomorrow. Okay? يلا يا مس. Going to. إذا هاي الجرامر بعد going to حكت لنا المس بضل verb one verb past لأنه بنحكي عن simple future. They are going to feed. They are going to feed. ما أخذت feeds اللي فيها S. باخذ feed verb one past مجرد من دون زيادة وتغيير بعد going to. ننتبه منيح. Okay? ونرجع نعيد على الكيوردز هي tomorrow غدا إذا بتحكي عن future مستقبل next month الشهر القادم future مستقبل on Thursday الخميس القادم كمان future. Okay miss. Okay question 3. Change the following sentences to negative نفي. Okay نتذكر يا مس negative لما نشوف ال N يعني not after helping verb بعد الفعل المساعد يعني بعد الverb to be. بعد الverb to be we add not. We add not after verb to be. بتقدر تكتبوها نوت عندكم عند النيجاتيف النفي انه we add not okay after verb to be. بعد الverb to be اللي هم is am are بعدهم بتضيف النات. هذا لما أطلب منك نيجاتيف نفي. Number one. We are going to take a laptop tomorrow. Okay. ننتبه هون مس. وين الverb to be are. شو رح تضيف بعدها not. فبتصير عندك we aren't. We aren't. بتقدر تكتبها النات مختصرة بهذا الشكل. We aren't going to take. تكمل السنتنس عادي going. To take a laptop tomorrow. معنى الجملة هون إنه أنت we are نحن كنا مخططين to take a laptop نأخذ اللابتوب tomorrow غدا. في تخطيط لأنه future مستقبل.
لما حطينا not we aren't going to take a laptop tomorrow. يعني إحنا مو ناويين مو مخططين ناخذ اللابتوب معنا tomorrow. فهمت يا مس علي؟ Number two, she's going to read a story at the weekend. Okay, she's. شو عندك مس هون؟ as verb to be. شو رح تحط أنت؟ she as not. She isn't. Okay, مختصر لأنكم أنتم كبار. She isn't going to read a story at the weekend. At the weekend. Okay. Now the last one, number three. I am going to stay in a hotel. Okay. When the verb to be in a mess, am. Am verb to be helping verb فعل مساعد. فأنت هون مس بتحط ال I. I'm مختصرة. I'm not. هلا هون في شغلة بدنا ننتبه لها. إنه هون منفصلين رح يكونوا عن بعض. يعني I am not or I'm not. يعني النات ما بتلزق بام اوكي ما بتلزق بايم زي هيك رح تكتبها فهمت علي مس يا ايم نات يا اي ام نات انتبه لي عليها هاي ثالث مع الايم او اي ام نات منفصله عنها تمام مش زي الايزنت والارنت اوكي يلا ايم نات جوينج تو ستاي ان ا هوتيل أتمنى هيك يكون النيجاتيف واضح هيك حلينا الورك شيت يا مس مع بعض ونكتب الانسرز الإجابات ثانك يو حبايبي